السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في تادي، جيت ندير لكم جولة فيه، بقاو معايا. واول حاجة غادي نمدحها لكم هما هاد البلاطويات، جابوهم جدادي اللي كيجيو بحال هكا مستطيلين وصغارين، وفيهم من الداخل كما كتلاحظوا المرايا كاين فيهم هكا اللون الذهبي، كاين هنايا اللون الفضي. هذا الثمن ديالو 5 أورو. واما الهبل اللي جابوا اليوم ابتدي، شوفوا 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 على البلاطويات، هادو اللي فيهم المراية وعندهم جوج اليدين منا، وهاد البلاصه اللي هي تاع الخشب باللون الذهبي. شوفوا على النقش، كاين هنايا بزاف الاضاءه. شوفوا الثمن ديالو 3 أورو، كاين هكا اللون الذهبي وكاين حتى اللون الفضي، حتى هو اللون الفضي الرائع كما كتلاحظوا الثمن ديالو جد مناسب. ها هو منا، رائع رائع. هاد البلاطويات، المملحات، الحلويات، اي حاجه. ودخلوا حتى هاد الحامل نتاع الشومو اللي هو نتاع الجاج، كيجي الشكل ديالو بحال كريستال. الثمن ديالهم 3 أورو. وجابوا هاد الديكورات، هادو اللي هما تقليديين، اللي هذا نتاع الحديده وفيه الكاس تاع الجاج الداخل، وعنده 3 نتاع رجيلات، الثمن ديالو 7 أورو. كاين فيه اللون الفضي واللون الذهبي، تقدروا تحطوا فيهم الشميعة الداخل اولا تخليهم غير هكا وصافي في الصالون اولا في الدخله نتاع الدار. وكاينين حتى هادو، هادو اللي كنحطوهم فوق الطاوله في التقديم، اللي هما نتاع بلاستيك وعندهم هكا هاد التموجات منا، كاين فيه اللون الفضي كاين حتى اللون الذهبي، اللي الثمن ديالهم 2 أورو. وكاينه هاد الساعه جديده هنايا في تادي اللي هاد البلاصه نتاع الخشب، الثمن ديالها 10 أورو. وكاينين حتى هادو، هادو كديروا فيهم حتى الشميعات، داير بحال الملحه نتاع البحر، كاين فيه اما هاد اللون وكاين هذا، الثمن ديالهم 2 أورو. وجابوا هاد الكؤوس نتاع الشميعات، ولاو كيجيبوا بحال اكسيو كيكثروا من هاد الشيء. هذا فيه 3 تاع الشموع اللي كيطلقوا الريحه، كاين فيه اللون الكري الابيض وكاين اللون الاسود، للثمن ديالهم 3 أورو. وجابوا اليوم شوفوا على هاد الشموع الشكل ديالو، ولاو كيبدعوا في الشموع بزاف، للثمن ديالو 2 أورو. وكاينين هادو، هذا الشميعة باللون الأبيض، كاين اللون البني، كاين اللون الأسود، الثمن ديالهم 2 أورو. وكاين هاد الكادر نتاع الصور، عجبني بزاف هاد الديزاين اللي دارو ليه، فيه هنايا هاد الريش منا، الثمن ديالو 55 سنت. كاين فيه الالوان، كاين فيه اللون الابيض الغوز واللون الاسود، 3 نتاع الالوان. وجابوا حتى هادو البنات اللي عنده حتى هتادي استغل الفرصه، هادو اللي كنحطوا عليهم البراد نتاع اتاي، وكنديروا هنايا الشميعات باش كيبقى اتاي سخون، راه جابوهم تادي، عندهم 4 نتاع رجيلات، الثمن ديالهم 2 أورو. وكاينه هادي، هاد بلاطو اللي جاي بحال هكا، هي فراقه، حتى لدابا عاد شفت فيها 4 نتاع البلايص تحطوا فيهم بحال المكسرات والحلويات، فراقه نتاع الجاج، الثمن ديالها 5 أورو. واما في الجهه نتاع الطاسات، لاحظت اليوم جابوا هادي نتاع ديزني، هاد الطاسه نتاع الفروزن، كاينه هادي وكاينه هادي نتاع الوليدات تاع هاد الرسوم، لي الثمن ديالهم 2 أورو. وكاين حتى هاد الطاسه هنايا، هادي تاع هاد الرسوم، وقيله بحال الا كيجي فيها شي حاجه لداخل على ما اظن، بحال الا فيها شي حاجه ما عرفت. هادي الثمن ديالها 4 أورو. وكاينين حتى هاد الطاسات نتاع القهوه، عجبوني الالوان ديالهم، الثمن ديالهم 3 أورو. كاين هاد البرتقالي، كاين الاخضر، ك
كاين البينك، كاين اللون الاصفر، وكاينين هادو حتى هادو نتاع البديع كبارين، الثمن ديالهم 2 أورو. كاين فيهم هاد اللون، كاين اللون بيستاج، كاين الغوز بيبي. كما كتلاحظوا ديك المره كنت ورجت لكم هاد المعالق وهادو اللي هما صغارين، اليوم لاحظت جابوا هادو، هادو اللي كيجيو طوال اللي في الباكيه فيهم 6 اللي كيصلحوا الياغورت او لاكلاص، الثمن ديالهم 4 أورو. وكما كتلاحظوا يا البنات كاين هاد الصندوقه اللي فيها 6، فيه 70 بياس لداخل، فيها هادشي اللي عنده العلاقه مع الوخن او الحاجه المالحه. وكاينين هادو المعالق صغارين والفرشات، الثمن ديالهم 40 اورو ل 70. وكاينه هاد الشبكه، هذه اللي هي نتاع الحديده وعندها 3 نتاع رجيلات من التحت، هذه زوينه للفواكه حيت اصلا مكتوب راه هي خاصه نتاع الفواكه، الثمن ديالها 3 اورو، جابوا فيها فقط اللون الفضي. وكاينه حتى هاد السله، هذه اللي هي خاصه نتاع الفواكه اللي كيتحركوا هكا، كتحطوا هنا بحال التفاح والبنان كتحطوه الفوق، راكم عارفين البنان ملي كتحطوه فوق الفواكه دغيا كيطيب، الثمن ديالو 10 أورو، جابوا فيه فقط هاد اللون الاسود. وكاين حتى هاد الخلاط، هاد الخلاط اليدوي اللي كتورقوا عليه من الفوق وكيخلط لكم بحال كريمه سائله بحال اي حاجه بغيتوها، الثمن ديالو 5 أورو. وفيه الالوان، كاين اما هاد البينك، كاين الازرق، وكاين اللون الاخضر، وكاين حتى هادو في الجهه نتاع اللوازم نتاع الكوزينه اللي كنقطعوا عليه اي حاجه الخضر والفواكه، اللي هو نتاع بلاستيك اللي كيجي بحال هذا الشكل، كاين فيه هذا اللون وكاين فيه هكا اللون للغوص وفيه الوريضات، الثمن ديالو 4 أورو. وجابوا هاد السله نتاع مكتوب هنا يخص الخبز، راكم عارفين بحال الباكيت او اي خبز دغيا كي الا ما درتوش في شي بلاصه دغيا كينشف، كاين هذا الثمن ديالو 1 أورو. وكاينين هادو نتاع الحمامات اللي كنحطوا عليهم الصابون، عجبني الشكل ديالو كيفاش داروا ليه، كاين اما هاد الشكل وكاين هذا، الثمن ديالو 2 أورو، اللي هما نتاع البديع. وكاين حتى هاد المكنسه الكهربائيه اللي كتنظف لينا الارضيه كتحيد كما داروا هنا 99% نتاع البكتيريا، الثمن ديالها 30 أورو. وجابوا هذا كيصلح حاجاكم النفايات، اللي هو نتاع الحديده كتوركو غير بالتحت وصافي وكيفتح، اللي هو طويل كاين فيه هذا اللون وكاين فيه هذا، غادي نشوف الثمن ديالو ب20 أورو. وكاين حتى هذا الصوص، هذه زوينه نفس الاسم تاع ديك الماركه نتاع هاد الحلوى، تقدروا ديروها على كل شيء كما داروا هنايا على الكلاص على الفواكه في القهوه في اي بلاصه، الثمن ديالها 2 أورو. ولاحظت اليوم يا البنات عند تادي جابوا هاد البسكويت اللي فيه الشكلاط نتاع تويكس كراميل، كاينه هادي وكاينه هادي نتاع مارس، هاد الكوكيز نتاع ام اند امس لي الثمن ديالهم كاملين ب2 أورو و50 سنت. وكاينين حتى هاد البسكويت اللي فيه التوت واللي طبيعه الحال راني انا دائما كنقلب راه هو حلال، المصدر ديالو هي تركيا، الثمن ديالو 1 أورو و50 سنت. وكاين حتى هذا فيه 3 اللي فيه الكوكو الداخل بطبيعة الحال حلال، شوف الثمن ديالو فين هو، اهو 2 أورو. وكاين حتى هذا فيه يعني دونات فيه 5 الداخل فيه الشكلاط، حتى هو المصدر ديالو تركيا حلال، الثمن ديالو 1 أورو و50 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوه في تادي، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.